بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة الثالثة إعدادي صفحة رقم شحال؟ 14. صفحة رقم 14 شوية رقم 6. رقم 6 الحساب حرف يكون X عددا حقيقيا وانشره بسيط الجداءات التالية إذا أمكن ذلك. لا إذا تتساوي 2 في X زائد 7 تساوي يعني x زائد 7 نديرو 2 في x زائد x 2 في 7 تساوي 2 في x زائد 2 في 7 تساوي 2 يعني x زائد 14 إذن تساوي 2 x زائد 14. العملية الثانية هي بيتا تساوي 3 في إكس ناقص 6 بيتا تساوي 3 مضروبة إكس ناقص 6 3 إكس في ناقص 6 3 إكس بعد نحدو الإشارة في اللون أشوف 3 في إكس هي 3 إكس مش الضرورة تمحي على ودات في 3 إكس راهي 3 في إكس غريب مع الأرقام من الأحسن ديرو في علاش لأن إذا كان عندك واحد 3 في واحد ما تقدرش دير 3 واحد غتولي عندك 31 فهمتي إذا درتي 3 في إكس شنو باقي لك ديرها 3 في ناقص إذا غدير دير هاد الإشارة ما عندكش تما زائد عندك ناقص ها ناقص شحال تساوي 3 اكس ناقص 18 اذا يعني تنديرو 3 في اكس ناقص 3 في 6 عندك سي سي تساوي ناقص 7 في اكس زائد 3 ياك اذا سي شحال سي ناقص 7 نضرب في x زائد 3 شحال تساوي ناقص 7 في x ناقص 7 نضرب زائد ناقص زائد هي ناقص 7 في جن شحال تولي اذا تولي ناقص تما اذا ناقص 7 في 3 شحال يا ناقص 7 إكس ناقص 7 إكس ناقص 21 إذن هذه السي ثم عدنا الدي ثم عدنا الدي ناقص 8 عامل إكس ناقص 5 ناقص 8 عامل إكس ناقص 5 إذا شو تتساوي هي 8 إكس اندرونيش شنو هي اكس ناقص في ناقص زائد زائد 45 لا 8 في 5 45 9 في 5 45 و 8 في 5 شحال 40 ناقص 8 اكس زائد 40 اش تساوي اثنين ثلاثة في ثلاثة إكس يا هتبقى نفسها إذا شغلت لي سالة ثلاثة إكس تقدر تدير مباشرة عندك دابا عندك اثنين على ثلاثة نضربها في ثلاثة إكس باش تختزل كما تختزل ثلاثة اثنان اكس زائد اثنان على ثلاثة ناقص اربعة نضربها في اكس على خمسة ناقص سبعة على اربعة اذا شحال تساوي اجي ناقص اربعة اكس على خمسة ماشي
4 اكس على 5 ناقص وناقص موجب هي زائده تولي عندنا الحاجه ديال 4 شحال عطاتك تي 7 زائد 7 يلا زائد 7 اذا غتبقى نفسه 4 على 5 اكس زائد 7 اذا الجذر تساوي جذر مربع 3 على 2 مضروبه في 1 على جذر مربع 3 اكس اكس زائد 2 جذر مربع 3 اذا شحال تساوي جذر 3 نضربها في 1 شوف التعميل ديما رد لهذا التعميل الاختزال عندك الضرب ممكن يكون عندك اختزال نضرب جذر 3 مع جذر 3 اذا سير شحال تولي عندك 1 على 2 غتعطيك 1 على 2 زائد جذر 3 على 2 في 2 جذر 3 اذا شفت منه باش تختزل غنختزل بجذر 3 ما عندكش جذر مربع 3 نضربها في 1 على جذر مربع 3 هاد الحاله تختزل بها غنختزل بجوج غتختزل باثنان اذا شحال تولي عندك تما جذر مربع 3 في جذر مربع 3 هي 3 هي جذر مربع 3 اس 2 هي 3 هي 3 اذا غتولي عندك 1 على 2 زائد نحسبوهم اذا يتجمعوا هادو لان عندك اعداد معروفه زائد زائد 3 هي 3 على 3 على 2 هي 6 على 2 اذا 7 على 7 على 2 اذا هذه هي العمليه هاش تساوي 1 على 2 4 اكس زائد 3 على 2 شحال تساوي إذن 4 اكس على 2 شوف تقدر تختزل ديما ربي لك باش تربح الوقت واحد اخر مثلا يلا بادي اي كمل العمليه ماشي مشكله هذا فكوه شوي 2 في 2 عندك هنا 2 وعندك هنا 2 في 2 هاد 4 هي 2 في 2 وعندك هنا 2 واحد على 2 مضروبه في 2 على 2 شنو غتعطيك هنايا غتعطيك 2 اكس 2 اكس زائد زائد هو نختزلو جوج مع جوج علاش تختزل جوج على راه جوج لتحت هادو راه ماشي بحال الاخرى هذه الفوق هذه الفوق هذه لتحت هذه الفوق في البسط هذه في المقام ممكن تختزل بها اما انا عندك واحد على 2 نضرب في 3 على 2 وكلهم جوج في المقام علاش تختزل بهم علاش تختزل باثنان نضربو نيشان هو طبيعة الحال راه غضرب 2 في 2 شحال غنعطيك 3 على 4 اذا 3 على 4 واش عارف انت تختزل ولا لا تختزل كيكون كيكون واحد في المقام واحد في البسط كيكون كيتشابهو اي يكون نفس العدد يكون واحد في البسط وواحد في المقام وفي الضرب او القسمة اما زائد وناقص لا اي تتساوي اي ناقص 2 على 7 نضربها في 14 زائد 35 على 16 اذا شنو تعطينا هذه تساوي بعد غادي نفكو حتى هي تعطينا 7 في 7 في اكس غادي نختار ماشي 7 في 7 ماشي 7 في 7 7 في 40 تما عندك 14 7 في 2 اذا مش غتبقى هنا غتبقى 2 غتبقى 2 هي 4 اذا غت هي 4 اكس يلا ها زائد 4 اكس زائد عطينا ولكن واحد القضية نسيتي والو هنا هنا ما نسيتي والو خاصنا 7 مع 7 ايه والإشارة الإشارة شحال ها شحال تولي عندك دابا 2 على 7 نضربها في 5 على 16
اثنين عند ربع في 35 تعطي 70. تعطي 70. أنا 7 في 16. 7 على 16. وكان ممكن أنك تختزل هنا تعطيك هنا 8. هنا 8 في 2. هنا عندك 2. تمشي ولا لا؟ إذا شنو غادي يزن؟ عندك هنا 2 في 8 هي 16، وعندك هنا 2 على 7، شنو غتعطيك دابا؟ 60 واحد على إذا بحال واحد في 35، 7 في 7 في 8. يلا شحال غتعطيك؟ إذا أنت غتبقى عندك الفوق شحال؟ هي 35 على 56. يلا جيت تساوي 2 ناقص اكس مضروبه نجيب بحال دابا معملين فقط 2، اذا 2 غنفرقوا على الجوج يعني 5 اكس 5 اكس دابا انا زائد انا موجب عطينا سالي هي ناقص 4 ناقص 4 دابا من بعد بين سالي ناقص اختزلو اكس علاش تختزل اكس ما كان عندك 5 على 2 اكس راه هذا اكس كاين الفوق هاد اكس كاين مع 5 عندنا ناقص 5 اكس على 2 اكس وراه عندك اكس في اكس هنا اكس في 2 هي شحال ناقص 5 على 2 اكس ها اكس في ناقص 5 على 2 اكس خط الاشاره بعدين الاولى ما تنساهاش ها ناقص 5 على 2 اكس في 2 هاكو ها من بعد سالب سالب موجب موجب هي زائد ها 2 اكس 2 اكس تولي عندك هذه هذه الاولى اوكاريدي من هي الاولى ولا ماشي 5 على 2 اكس ها شنو عندك غتمشي الاكس عندك شحال عندك تما 5 اكس مع زائد 2 اكس هي 7 اكس هي 7 اكس ها غتمشي دابا الاعداد كاين ناقص 4 ناقص 4